شهد وسط كابول تفجيرا تلاه تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين من حركة طالبان تحصنوا في مبنى تابع لمنظمة دولية بحسب الشرطة الأفغانية، التي أضافت أنها تمكنت من القضاء على مسلحين اثنين من بين مرتكبي الهجوم. شاهد عيان يقول: الانفجار وقع عندما كنت متوجها إلى مكتبي لمعاينة كاميرات المراقبة. شاهدت 4 أشخاص يركضون نحو المبنى. قمنا بعدها بالفرار عندما شاهدنا المهاجمين 4. القوات الخاصة الأفغانية وصلت بسرعة إلى الموقع وقامت بتطويق مبنى المنظمة الدولية للهجرة، حيث تحصن المتمردون. يشار إلى أن حركة الطالبان تبنت هذه العملية ووصفتها بالمنسقة.